طيب ارقام موسيماني بقى مع الاهلي؟ لا يعني طبعا احنا المباراه زي ما ثابت كده اتكلم هي من المباريات التاريخيه للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه كنتيجه كمان نتكلم 4-0 النادي الاهلي تقريبا طبعا دي اول مره يسجل هذا الكم من الاهداف في مباراه واحده في تاريخ مشاركاته في كاس العالم للانديه. لا ما احنا كسب في المنتخب ماشي في تاريخ المشاركات يعني ان احنا كسبنا 2-1 كسبنا 1-0 لكن اقصد ما كسبناش 4-0 سجلناش 3 اهداف في شوط واحد في اي مباراه من المباريات اللي لعبناها قبل كده. بيتسو موسيماني يعني الارقام مميزه كلها بنتكلم 82 مباراه كسب 52 تعادل في 24 خسر 6 ماتشات بس مسجل مع الفريق مسجل معاه 158 هدف عليه 61 هدف يمكن ده الرقم الوحيد اللي الناس سلبي شويه اللي حاسين تقدر تتكلم فيه تقدر تتكلم نقدر فيه نقول بس ان في علامات محتاجين نظبط فيه الامور وهو بيحاول يعمل كده من اول السنه دي بالظبط شباك نظيفه 73 مباراه عدد البطولات 5 شباك نظيفه 37 عفوا البطولات 5 بنتكلم منهم 2 دوري ابطال افريقيا و2 سوبر افريقي من زمن كان الاهلي بيحاول لكن للاسف كان عندنا سوء توفيق في 2 نهائي ورا بعض 17 و18 و2 برونزي كاس عالم الانديه لا يعني ارقام كلها مميزه كمان في حاجه ان هو في فتره كده كنا بنسمع ان الاهلي عنده مشكله في بعض المباريات الوداد رايح جاي الحمد لله الترجي رايح جاي الحمد لله الزمالك نتائج كلها مميزه بعد ان كان في فتره الاهلي ممكن يكسب ماتش الزمالك يكسبوا ماتش بطوله هنا بطوله هنا مع بيتسو موسيماني الامور انا ما حضرتهاش الفتره دي بس لا ما نتكلم في الفتره الاخيره مونتيري لما الاهلي يلعب مع مونتيري ماتشين يخسرهم فالحمد لله في صقر اهو من مونتيري النهارده الهلال السعودي احنا بنتكلم اول فوز للاهلي كمواجهه مباشره مع بطل اسيا حضرتك للاسف حضرت خساره لا حضرتوش ده ماتش الاتحاد جده 2005 كنت موجود كنت لسه كان 1-0 ده كان في 2005 مونديال 2005 مونديال 2005 اوكي يعني طبعا بس طبعا وحضرته ولعبته واحتفلوا بيا وكل حاجه فلا يعني كلها ارقام مميزه دايما بنقول اي مدير فني في العالم ليه اوقات لازم تنتقده وتنتقده بشكل ايجابي عشان يتطور ولما بيعمل انجاز لازم تشيد بيه للاسف مع بيتسو موسيماني في حاله غريبه جدا انا اول مره شخصيا اشوفها ان المدرب بيتعامل مش بالمباراه لا ده ممكن يتعامل بالتغيير بالدقيقه بالثانيه بالدقيقه انت ليه عملت انت ليه ما عملتش انت ليه قلت انت ليه ما قلتش مش كل المدربين عايشين معانا كل مدرب بيبقى جاي من ثقافه ومن بيئه مختلفه طبعا بالتاكيد بيبقى محتاج في ناس تعرفه او تقول له ازاي انت بتتعامل هنا ازاي الثقافه هنا مختلفه فده مع الوقت بيكتسبه الناس كلها حاطه نموذج مانويل جوزيه عايزين كل الناس تبقى مانويل جوزيه صعب فيش ده مفيش زيه ده استحاله استثنائيه يعني بالظبط اول ما تفكر في مانويل جوزيه مش هتلاقي زي مانويل جوزيه لان مفيش كده اول ما تفكر في ابو تريكا مش هتلاقي زي ابو تريكا بالظبط فكر في بركات بس مش هتلاقي زي بركات بيقرب منه يعني يا رب لان نقصد كارقام والحاجات دي كشخصيه التعامل ان هو على طول انسجم معاه دي شخصيه استثنائيه كل المدربين اللي جم بعديه كلهم اجتهدوا كلهم كسبوا بطولات ولكن مش شرط يبقوا هم مانويل بالظبط كل واحد ولو شخصيته يعني كل واحد ولو شخصيته نعم. فهنا النهارده بيتسو موسيماني لازم الناس تتعامل معاه بهدوء شويه حتى جماهير النادي الاهلي او حتى رموز النادي الاهلي وهم بينتقدوا لا معلش اصل جمهور النادي الاهلي بعض الجمهور يعني لا بعض الجمهور بيعمل ايه بينتقد وده حق الجمهور لا انا ما اقصدش على الانتقاد يا كابتن اقصد على بيقصوا في الانتقاد اهو ما انا بقول لك اهو وبيقصوا في الانتقاد ولكن انت بتشوف تاني يوم ايه اللي بيحصل يعني انت شفت بعد مباراه بالميرس الاخيره ايه اللي حصل انتقاد قاسي جدا لبيتسو صح بعد المباراه تاني يوم مسانده هذا هو الفارق ما بين دايما جمهور النادي الاهلي واي جمهور لكن انا اقصد ان لازم الناس عشان الجمهور بياخد برضو انطباعاته من ايه ما الجمهور طبعا ذكي ولكن في بعض الاحيان تخيل كل شويه الناس قاعده بتسمع بيتسو عمل وسوى واصله ما لا يليق وما وللاسف ساعات بيطلع من بعض الناس لا طبعا رموز كبيره النادي الاهلي كلنا بنتعلم منهم ولكن بيأثر لما بيأثر على الجمهور بتخلق حاله من التوتر فاحنا عايزين نبقى فيه هدوء عشان لما يبقى فيه هدوء اكيد الانتصارات هتيجي واكيد الامور هتبقى افضل يعني